المعاناه ديالنا هنايا قويه بزاف في الدار اللي ما كتصورش انه كنعانيو من المواصلات اللي عندنا هي صعيبه هنا في ولاد صالح فيكتوريا بالضبط، لانه مشروع النصر معروف هذا بلوك 13 حاليا اللي نتوما معنا فيه، وبزاف اللي مالين شكاير اللي كينصبوا على الناس هنايا بواحد الطريقه اللي هي غريبه، كيقولوا ما هادشي اللي كاين في السوق ولكن راه نورمالمون راه ما كاينش هادشي في السوق، لانه اوموا يعطيك الشراجم يعطيك البيبان يدير معاك شي حل يصيبلك الدسيسه يقالك شي حوايج اللي ضروري من حق اي واحد، فهنا كيتفاجئوا كيلقاو داك الشيء العكس اللي هو ان ممنوع غادي يجي يقول لك غادي نصيبها لك، لا كيقول لك ما كاين لا شراجم لا بيبان لا والو، كحلك دخلي ليها هي والتيوات تعيشي فيها كيف بغيتي، معظمهم هنا ما لقاوش باش يصلحوا باعوا بالوالو فضيعوا راسهم بقاو بلا سكن بلا حياه بلا بيت بلا والو، هذه هي المعاناه اللي كاينه هنايا تقريبا. وحاجه اخرى هنا راه المارشي اللي بغينا نمشيو راه كنمشيو حتى ل 25 و 25 راه بعيد علينا، يعني هنا ما كنلقاوش عندنا المارشي الحماحم عاوتاني كاين في 25 ما كاينش عندنا هنا، عندنا مدرسه محلوله كاينه السويطره باقي باقي مسدود حاليا تيقول لك راه داروا لي راه حلوه وباقي حتى الان ما تحلش، باقي ما شفناش شي حاجه اللي خاصنا نيت علاش غادي نصبروا ونعيشوا هنايا، ولكن كنتمنوا من هذا المشروع من هنا من قدام يتطور ومازال كنتسنى انه شي حل يديروه، والحل عمرو انا عارفه ما غاديش يكون واخا غادي يبقى داويه داويه لانه دو قبل مني ناس وما كانش الحل، 40 كاريان كيف نقولوها كاينه من كازا وخارج كازا، كاين جاو حاجه جديده كاينين من هنايا كاين ديال العنق لجاج مال المدينه درب جديد عندك هذا ليساس، كاينين بزاف ديال الكاريان ما نقدرش نحدد لك لانه كاين بزاف بزاف، رجعونا عافين كنا والله هذه اهم حاجه عندي، رجعونا عافين كنا في بوربون وهذا الشيء اللي داروا لنا ديورنا كانوا تما كنا عايشين بخير، جابونا هنا للقهره جابونا عند فين عند البرغوت كيف لا ما يلقبوا مني، وخا ملي كتصلح ما كيبقاش عندك البرغوت وانما راه كيبقى ديما ضرار ليك. كاينه لا خدمه هنا الناس تعاني هنا وليداتهم ومساكن ما خدامينش ما خدامينش وليداتهم رجالاتهم ما خدامينش، الله يحسن العون ملي غايجيو باش يصيروا جابوهم لحومها في الخلا ها في العروبيه ها البرغوت هنا والقمال والقران هنايا حاشاك والشفاره هنايا اللي كاينين، علاش ما يديروا المركب ما كاينش المركب ما كاينش، السوق يمشيو ليه بعيد السوق باش يجيبوا خضيره سميتو تنعدني بالسكر وتمشي نجيب دواء من بورغون، اقسم بالله تنجيب دواء من بورغون بالله من سميتو، ولا حمامات لا سبيطارات هنا لا والو ما كاينش هنا، كاين هنايا اكثر يا البرغوت البرغوت ياكل فكر الحنوشه وطوبات هنايا يا ربي السلامه. خاصهم طوبيسات باش يركبوا راه مقطعين هنا، خاصهم الدراري ما كاينش اللي يلعبوا التيران ديال الكره ولا يلعبوا فهمتي، خاصهم الطرقان راه ما كاينينش كاينه طريق وحده الاولى خاصهم الطرقان ما كاينينش، وهادشي اللي خاص الناس المعاناه ديالنا في بلاد صالح، كيبان اللي عنده المواقف اللي عنده شوكيه وهادشي خرجوا عليه 6 مصريه صافي السكنيات قليل اللي تيبنيو لهم بلا بيبان بلا شراجم بلا والو، كلشي كحل يدخل عليها كحله ودير خاميه ودير مانطا ودير ميكات الشراجم ديالو، وتنعاود لكم هادشي صحيح واجي شوفوا واجي راقبوا واجي طالعوا علاش هادشي ماشي كذوب.